فدي مجموعة من الشروحات البسيطة اللي انا قلته، انه ازاي النهاردة بقى عارف الممول ضريبة الدخل بعد ما يعمل ربح وبعد ما يكبر، عارف بالظبط هيدفع كام من اول يوم، مش محتاج يخش في اي خلاف ولا يبقى عنده اي مشكلة، والاقرارات مبسطة جدا، ويعني يبقى عنده مساحة من الحركة وان هو يقدر يخطط لمستقبله. لما جينا عرضنا في الاول قلنا محتاجين بساطة وسهولة ويقين، وبالتالي هذه المنظومة تتيح هذا الامر للشركات. وزي ما وضحت حتى الدفاتر والحسابات المبسطة، احنا كنا زمان حتى الإقرار اللي طالبينه منه بقى إقرار بسيط، عدد صفحات قليل وفي عدد معلومات بسيط، وحتى الدفاتر مش طالبين منه دفاتر التقليدية لشركة كبيرة. طبعا كل ما الشركات بتبقى كبيرة كل ما تبقى محتاجة يعني تستثمر في هذا الأمر، لكن احنا بقينا بنبسط عليه أي تكاليف، سواء ان هو محتاج يجيب محاسب أو ان هو يجيب أي حاجة، بنعمله أمور بسيطة جدا، وبالتالي يقدر يخش في المنظومة بأعباء قليلة جدا. فده أول مشروع تم النهارده وهو متكامل، وعلى فكرة احنا اشتغلنا في هذا الأمر مع كل مجتمع الأعمال ومع كل المتخصصين، وبنعمل بروتوكولات دلوقتي مع جهاز المشروعات الصغيرة ووزارة الاتصالات عشان نساعد في إن احنا نوصل لكل الناس ونشرح لهم هذا الأمر ونشجعهم إن هم يستفيدوا من الدولة بتتيحه دلوقتي. الموضوع التاني كان مهم قوي، هو فكرة إزاي نقفل كل القديم والمشاكل القديمه والنزاعات والقضايا اللي هي بتمثل عبء على الجميع، علينا وعلى الممول. فالنهارده الحمد لله بندي مجموعه من التسهيلات الكبيره جدا، وبنقول للناس تاني برضو مبدا الثقه. انت النهارده بنقول، سواء على فكره التسهيلات دي لكل الممولين الموجودين، وحتى بنوجد حاجه للممول اللي ما كانش عندنا وحابب يجي النهارده يسجل، احنا بنقول له تعالى سجل وهنبتدي برضو معاك صفحه جديده، بنديك فتره تعالى سجل وابتدي معانا فتره جديده، صفحة جديدة. لكن كمان بنقول للناس حتى الممول المنتظم، لو انت كنت نسيت اقرار او عايز تعدل الرقم من 20 ل 23 كل ال3 سنوات دي، لو انت نسيت اقرار، كان عندك مشكلة في السيستم، لو انت بترفع اقرار حصل مشكلة، المحاسب عندك نسي حاجة او كده، تعالى قدم هذا الاقرار، تقدم اي تعديل، ومش مش هنتعامل معاك الا بمنتهى الجدية، وهنقبل هذا التعديل دون اي عقوبات خالص. احنا عايزينك انت تصوب من نفسك وتيجي لو حبيت، وممكن كتير جدا يكونوا مصوبين من نفسهم ومش محتاجين هذا الامر، لكن قد يكون في بعض الناس محتاجين، ومش هنتعامل معاه زي ما قلت باي مشاكل. لكن الاهم بقى، طيب قبل 2020 كل المشاكل والنزاعات اوجدنا لها حلول منطقيه جدا 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 جدا. الحلول دي ما كناش عارفين نقولها بدقه لان كنا لسه في اطار التجهيز ليها، لكن النهارده نقدر نتكلم نقول بمنتهى الوضوح، احنا سواء اي تقديرات جزافيه لم يتم حسمها اوجدنا حل بسيط جدا، رقم يجي يسدده ونخلص ويقدر يقفل ملفه، وياخد حاجه مهمه جدا، هياخد مخالصه عن السنه دي ضريبيه، يبقى معاه ورقه خلاص بتقول ان هو ممول سدد كل انواع الضرائب اللي عليه، وده لكل انواع الضرائب مش لنوع واحد معين من الضرائب. اما بقى لو كانت اتقدر بشكل جيد واتفحص وهو واحنا اقرنا مع بعض رقم معين واتفقنا عليه، فبنقول له خلاص تعالى لو الرقم انت سددته خلاص هنديك مخالصه، لو انت ما سددتش الرقم ده تعالى سدده خلال فتره معينه، ومش هيبقى فيه اي غرامات ولا اي عقوبات ولا اي اعباء اضافيه، وبالتالي اوجدنا حل كامل سواء للنزاعات المبنيه على تقديرات جزافيه او النزاعات المبنيه حتى على تقدير حصل فيه توافق ما بين الطرفين لكن كان مشكله كبيره، ازاي ان هو ما يبقاش عليه غرامات او اي اعباء اخرى. واوجدنا حاجه مهمه في القانون، ان احنا حطينا نص صريح بيقول انه الغرامات لا تتجاوز اصل الضريبه، وبالتالي حافز لينا احنا كمصلحه ان احنا نجري بسرعه ونخلص الملفات والفحص، وبرضه ما بيبقاش فيه اي عبء كبير على الممول ان احنا نطول فترات وبتراكم عليه غرامات في المستقبل. يعني دي مجموعه من الامور اللي قمنا بيها، ودي اهم ملامحها. اخر حاجه هو القانون كان برضه هام جدا، كان فيه غرامات موجوده في القانون السابق لكل من، يعني كان فيه طبعا احنا دايما عيننا على الممول الملتزم، وطبعا عايزين نسهل على اللي بيحاول يلتزم ويخش معانا في المنظومه، فكان في بعض الغرامات على بعض الامور اللي مثلا لو حد ما قدمش اقراره في ميعاده، لو حد اتاخر، لو حد ما قدمش الاقرار، لو في مستندات مش مظبوطه، بس كان مشكله ان الغرامات ما بتفرقش ما بين العقوبات او درجه العقوبه، فاحنا عملنا هنا تدرج بحيث ان الغرامه تبقى مناسبه. فكان المشكله في الماضي انه لما بيبقى في لجنه انهاء منازعات او
حتى تروح التقاضي، كان القاضي او رئيس لجنه الاعلام والمنازعات ما عندوش مساحه يتحرك فيها غير رقم محدد. احنا عملنا هنا تدرج وسهلنا الامور على الناس، ودي كان 3 اجراءات من الاجراءات اللي وعدنا بيهم والحمد لله بننفذهم. وهختم اقول ان احنا النهارده دي اول بدايه، زي ما بنقول بناخد ان شاء الله موافقه مجلس الوزراء، ان شاء الله نروح لمجلس النواب الموقر ونعرض هذا الامر. واحنا عرضنا في لجنه خطه والموازنه الاسبوع الماضي ملامح هذا الامر، وعرضنا حتى في اكتر من لقاء مع الساده النواب هذا الامر، وان شاء الله نقره ونبتدي تفعيله فورا زي ما بقول جاهزين بهذا الامر. هختم باللي دوله الرئيس قاله، احنا دي حزمه الاولى من التسهيلات الضريبيه، وان شاء الله نجيب حزمه اولى برضو من التسهيلات الضريبه العقاريه، هيكون فيها نفس الفكر، التبسيط والتسهيل وبناء الثقه والشراكه، واحنا متاكدين ان ده هيعود بالنفع على الجميع، علينا وعلى الممول وعلى الاقتصاد المصري. وان شاء الله يعني نيجي برضو بافكار كلها نقدر نحققها، واحنا بنجيب الافكار عموما من الممولين ومن المجتمع الضريبي، فان شاء الله نيجي بده. وبرضو هنيجي ان شاء الله بمجموعه برضو من التسهيلات في المنظومة الجمركية عشان نبسط ونسهل. الفكرة كلها ان الاستثمار يزيد والنشاط الاقتصادي يزيد، وبالتالي الدولة هتبقى اكبر مستفيد مع المجتمع الضريبي بإذن الله.